ماز، بالنسبة للمقادير اللي غنحتاجو في هاد القنينطات أو هاد البريوات على حسب اختيار اللي بغيتو ديروهم. أنا عندي الورقة اللي حضرتها معاكم من قبل، الورقة ديال الدار. عندي هاد الشعرية ديال الروز، جوج حزيمات على هاد الشكل. عندي شوية ديال لاصوص هريسة، الزيت البلدية. عندي في التوابل نص معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال الكمون، معلقه ديال مطيشات الحك، فص ديال الثومه. وهنايا عندي الكفته، عندي شويه الفلفله حلوه مقطعه، والقزبر ومعدنوس. هذا هما المقادير البنات. نمر للطريقه ديال التحضير. دابا كنشعل عليهم العافيه الكفته والفلفله والقزبر ومعدنوس، كنضيف لهم شويه ديال الزيت يتشحروا، زيت البلديه. كيجيو بنان البنات، نتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. واحد ثلاثه المعالق ديال الزيت البلديه، خليهم يتشحروا عن جنب. هاد الشعريه ديال الرز غادي نضيف ليها الماء غليان على هاد الشكل البنات باش تسلق. تسلق غير بوحدها. البنات دابا كنضيف التوابل ديالي، كنضيف الكمون والبزار والملحة والخرقوم على هاد الشكل. كندير مطيشة ديال الحك، معلقة صغيرة. والتوم ديالي الفرون، لي ما تيبغيش يدير التوم يقدر يستغنى عليها. على هاد الشكل نبدا نشحر في الحشوة ديالي. لا مازال تشحر على خاطرها. كنصفي الفيرميسال ديالي عن جنب، كنبدا نقطع فيها على هاد الشكل باش تجيني ساهلة في الأكل ديالها. نقطعوها غادي نوصلو بيتي مورسو. كنضيفو البنات واحد نص معلقة ديال الهريسة على حسب الذوق، على حسب الوليدات أو التاني ديال العشية. ممكن نبدا نحرك واحد المعلقة ديال لاصوص صوجا. نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، انا غنضيفها دابا كما قلت لكم. غنضيف واحد معلقه ديال لاصوص صوجا ونحرك مع ناصي. كتجي من ألد ما يكون ان شاء الله. كنطفي على الحشوه ديالي، كنضيف ليها هذيك لافير ميستيل ديالي اللي قطعتها، وتنخلط مزيان العناصر على هذا الشكل. نحاول نبردها، نخليها تبرد على عن جنب حتى تبرد لينا عاد باش نبداو نعمرو الورقه ديالنا. اكلوا البنات دابا من بعد ما نعمرو كنبردو الحشوه ديالنا على هذا الشكل، نبردوها مزيان. ناخذ الورقه حضرت معاكم من قبل، ناخذ واحد الوريقه كنديرها هنا، كنضيف ليها قليل من الحشوة
الجناب على هذا الشكل، تنبداو نلويوها على شكل قنيطات على هذا الشكل. كنجينا في طرف الجوانب كندير شويه ديال الدقيق على هذا الشكل وكنسدها، كتجيو على هذا الشكل هكذا، كنستمر على هذه الطريقه. من بعد ما كنعمر القنيطات ديالي غندخلهم دابا الفران درجه الحراره 180 درجه يطيبوا مزيان ونطلقوا. هذا هو الشكل النهائي ديال القنيطات ديالي ديال اليوم اللي تيجيو هائلين، واحد المذاق واحد القرمشه. نتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم بالصحه والراحه ان شاء الله مع وليداتكم، ورمضان مبارك كريم عليكم. إلى وصفة جديدة إن شاء الله، مع السلامة. معكم مديحة فلوغ، مع السلامة.